في يوليوز الماضي تم انتداب شركة سوناجيس اللي هي الدرع التدبيري والتأهيلي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل يعني تأهيل وتدبير وصيانة المركب محمد الخامس والمرافق التابعة له. هذه الاتفاقية كانت في مدة ديال 18 أو 22 شهر كحد أقصى من أجل إلا أن السيد الوالي والسيدة الرئيسة يعني داروا جلسوا مع الناس اللي الإصلاحات باش يكون واجد في مدة قياسية اللي هو 12 شهر، وبالتالي أنه مارس 2025 خص يكون المركب جاهز باش تأخذ المفاتيح ديالو اللجنة المنظمة ديال الكاف، لأن عنده واحد الترتيبات تسبق انطلاق التدور اللي غتكون الصيف 2025 بالمغرب. هناك إصلاحات كبيرة غيعرفها المركب. وبالنسبة للممتلكات اللي تتواجد دابا بالمركب واللي غيتم الإزالة ديالها في إطار تعزيز البنية التحتية ديال القرب كذلك الرياضية، سيتم توزيع هاد 40,000 ديال الكراسي على مختلف المقاطعات و 16 ديال مدينة الدار البيضاء باش تهي تخدم بهم على مستوى يعني الملاعب القرب اللي عندها، وهذا الشيء دائما في إطار تعزيز البنية التحتية ديال سياسة القرب. أرجو ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.